مثل ما منروح على النادي لحتى نكبر عضلات جسمنا، كمان منقدر نعمل تمارين شبه رياضية لإبراز الغمازات. نضغط ونشيل، نضغط ونشيل، كأننا عم نحفر لحفرة يلي رح تكون هي الغمازة. هلو يا حلوين، أنا يارا. بحلقة اليوم رح تعرفوا كيف يصير عندكم غمازات، أو إذا كنتم من أصحاب الوجوه يلي عندها غمازة رح تعرفوا كيف تبرزوها بشكل أفضل. بس قبل ما نبدأ بدي أقول شكراً كتير لعايشة على تعليقك الكتير حلو، وإنتو كمان تعليقاتكم تركونا إياها بخانة التعليقات. وهلأ يلا نكمل. اليوم رح نحكي كل التفاصيل وكيف بتقدروا انكم تحصلوا على الغمازات بدون عملية تجميل. ولكن يا حلوين خليني اخبركم قبل هيدي القصة الغريبة شوي عن الغمازة. كنتوا بتعرفوا قبل انه الغمازة تعتبر تشوه خلقي؟ كيف احد علامات الجمال ممكن تكون تشوه؟ لانه بالحقيقة الغمازات تعتبر قصر بعضلات الوجه، يعني عضلات الوجه سواء حول الخد أو عند منطقة الدقن يلي بيكون فيها الغمازة عادة بيكون فيها قصر أو خلل من الجينات، وهذا الشيء بيكون بسبب عامل وراثي بسبب ظهور حفرة على الوجه على شكل غمازة. يلي رح نكون عم نعمله هو إنه رح نخلق وهم بالمكياج إنه موجود عنا غمازة. كيف؟ هلأ بتعرفوا. بكل بساطة أي ظلال عيون موجود عندكم مايل على اللون البني الدافئ، برونزر للخدود، بلاش مايل على اللون البني، حتى ألم حواجب أو جل الحواجب، كلهم فينا نستخدمهم لنخلق الغمازة. أنا بالنسبة إلي أخذت ظلال عيون ورح أضحك، رح يبين عندي مكان الغمازة بهيدا المكان. طبعا أنا من الأشخاص اللي غمازتي كتير صغيرة، ولكن يعني موجودة بمكان على وجهي، فأنا حابة إني أبرزها معكم اليوم. أخذت ظلال عيون على ريشة، الأفضل إنها تكون ريشة مضغوطة أو يعني هيك ريشة صغيرة كرمال نتحكم بالأماكن يلي بدنا نرسم فيها. أنا رح أرسم على ميل وحدة ورح أضحك، رح طبق هون. هلأ من بعدها رح احتاج اني ادمج هيدي النقطة. شوفوا قدي حلوة، اول مرة صراحة بجرب اني اعمل غمازة بالمكياج، وصراحة كتير حبيتها. وهلأ رح كملكم الحلقة أنا وحاطة الغمازة وأنا عم بضحك كتير كرمال كمان تبرز أكتر وأكتر قد ما حبيتها. قدي طالعة الغمازة حلوة على الكاميرا، ولكن بالحقيقة ممكن تبين شوي إنه مش غمازة حقيقية، فهيدي الحيلة ممكن تزبط أكتر شي بحس للصور، يعني إذا عم تلتقطوا صور أو عندكم فوتوشوت ففيكم تعتمدوا هيدي الحيلة. أما الوسيلة الثانية لحتى نحصل على الغمازات ولكن مفعولة بده شوية وقت لا حتى يبين، فهي بإجراء التمارين. مثل ما منروح على النادي لحتى نكبر عضلات جسمنا، كمان منقدر نعمل تمارين شبه رياضية لإبراز الغمازات. أول تمرين رح يكون هو إنه نسحب الوجنتين للداخل بهيدا الشكل، وهيدا التمرين منكرره لمدة 10 دقايق يومياً، والمفروض انه هو يبدأ انه يبين نتيجته مع الوقت. طبعا ما في وقت محدد لبروز هيدا الشيء، وما انه اكيد انه ممكن تبرز لكل الاشخاص، ولكن اذا انتو كنتوا من الاشخاص يلي موجودة عندهم الغمازات فايه ممكن انها تفرق جدا. اما التمرين الثاني حتى نبرز الغمازات هو من اكتر التمارين المعروفة والمنتشرة، وهو تمرين السبابة. فكل اللي علينا نعمله هو انه نضغط باصابعنا، يعني الاصبع الثاني من ايدنا، بالاماكن اللي احنا بدنا نبرز فيها الغمازه، نضغط ونشيل، نضغط ونشيل، ونكرر هيدي العمليه لمده 30 دقيقه بالنهار. فيكم ما تعملوا ال 30 دقيقه بشكل متواصل، ولكن يعني فيكم تعملوا مثلا دقيقه بعدين توقفوا بعدين، او خلال النهار تضلكم بدون ما عم تعدوا تجربوا تعملوها. وايضا التمرين الثالث هو احد التمارين كمان يلي معروفه ومنتشره، هو انكم تستخدموا اي قلم موجود عندكم او حتى مثلا ريشة مكياج، فيكم تستخدموا اي شيء يكون شكله هيك شوي مدبب وصغير بهذا الشكل، فبتطبقوها بالاماكن اللي انتم بدكم تبرزوا فيها الغمازة. في كتير من الاشخاص اللي عندهم غمازة بدقنهم مثلا بحبوا يبرزوها، مثل انا بحب اني تكون الغمازة عندي عميل وحدة، في من الاشخاص اللي بحبوا يكونوا بالميلتين، فحسب انتو اختاروا وين بتكون مكان الغمازة. تمرين كتير بسيط، مثل ما قلتلكم منحدد المكان ومن بعدها منعمل بهيدا الشكل كأنه عم
نحفر مكان لحفرة يلي رح تكون هي الغمازة. يعني أنا بنصحكم من بعد ما تطبقوا التمرين تاخدوا سيلفي سريعة بهذا الشكل، منكون استغلينا شكل الغمازة اللي رح يطلع معنا لصورة. وانتبهوا لما بدكم تضغطوا بالقلم ما يكون الضغط فيه قوة، لأنه رح تعلم بشكل إنه تكون زراق أو إنه يبين الشكل مش مزبوط، فانتبهوا من هذا الشيء. من الممكن إنكم تكونوا سمعتوا قبل إنه الضحك بيطول العمر، ولكن بتعرفوا إنه كمان ممكن يكبر الغمازة. أي نعم، مثل ما سمعتوا إذا ضحكنا بهيدا الشكل يعني خلينا ضحكتنا كتير عريضة، فهو أيضا يعتبر تمرين للغمازة. أصلا حسوا معي بهيدا الشيء، ضحكوا هلأ رح تحسوا إنه في عندكم بأماكن العضلة اللي المفروض يكون فيها الغمازة كأنها عم بتشد. يعني غير إني خليتكم تضحكوا أنتوا عم تحضروا هلا، فأنا عم ساعدكم إنكم تبرزوا الغمازة. أما تمرين الضحكة فهو ما له وقت، فيكم تضحكوا بأي وقت. فيكم إذا بتلاحظوا مثلي إنه أنا من الأشخاص يلي بيضحكوا أنا وعم بحكي، هيدا الشيء لأنه عن جد أنا بسمع إنه الضحك بيبرز الغمازة، فكتير بطبق هيدا الشيء. أصلاً هيك بتبينوا مهضومين وكيوت. في حال كنتم من الأشخاص يلي مصرين أنهم يحصلوا على الغمازة عبر طريقة التجميل، مع أنه هذا الشيء اللي هو أقل شيء بنصحكم فيه، ولكن إذا أنتم بتحبوا فهذا الشيء بيرجع لكم، ففي عملية أو إجراء طبي ممكن أنه يساعدكم بإبراز الغمازة هو عن طريق الخيوط الطبية، بشكل أنهم بمرروا خيط بالأماكن يلي بدها تكون فيها الغمازة وبشكله مثل قطبة. هذه القطبة لما تفك رح يكون صار مكانها غمازة، ولكن أكيد أكيد بحذركم إذا بدكم تطبقوا هيدا الشيء تروحوا لعن طبيب مختص، طبيب موثوق، وطبيب بيتبع معايير النظافة الطبية كاملة، لأنه هيدا الإجراء كتير دقيق وحساس، بالنهاية رح يكون بوجهكم، وبتعرفوا قديش الوجه حساس من ناحية البشرة ومن ناحية لو صار وفشل هيدا الإجراء إنه ممكن يسبب لكم تشوه للأسف. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من التمارين لخدعة المكياج للحديث عن العملية. فاتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات إذا حبيتوا الفيديو، هل رح تطبقوا هودي التمارين، هل حبيتوا الغمازة علي. كل تعليقاتكم بخانة التعليقات، ما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو، تشتركوا بالقناة لكل ما ننزل فيديو جديد تكونوا أنتوا أول ما عم تحضروه، تحملوا تطبيق جمالوكي دائما بقلكم لأنه فيه كتير معلومات رح بتفيدكم، وتابعونا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. أنا بشوفكم بالفيديوهات اللي جاي، بحبكم كتير، باي باي.